ألا يا ابن الفقيه يا عبود اسجع بنية تيقظ في دوج الليل واسمع ذي الوصية إلى الرحمن تب من ذنوبك والخطية ولازم ذكر مولاك بكرة والعشية على الصلوات واضب عليها في الجماعة ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة وصر البطن وصبر على طول المجاعة تغانم ساعة العمر من قبل المنية وبعد المغرب ركع واقرأ بالتدبر أو اذكر انصف القلب واسبح في التفكر إلى وقت العشاء احذر تنام أصلا وتهمر عسى تحمى وتحظى بألطاف خفية ولا تسمر فتقمر عن الطاعات والدين تباعد جم جدا من السفه الشياطين تجنب لا تجالس سوى الضعف المساكين وتوب بعد الطهارة ونم صافي الطوية وقم في آخر الليل صلوا اقرأ وهلل تفهم سر معنى كلام الله ورتل وباستغفار مولاك قبل الفجر كمل وصل للصبح تكفى من الله كل أذية وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس وكون في اليوم أحسن في الطاعات من أمس ولا تكسل عن الخير واذكر فصة الرمس وقوم صلي الضحى بعد إشراق مضيئة ولا تغتم أصلا برزقك قده مضمون ضمين به بارئ الكون بسر الكاف والنون وكن بالله يا ابن الفقيه مشجون مجنون فإن العبد يزهو برباه في البرية وغض الطرف يا ابن الفقيه عن كل فاني ولا تعشق سوى الله واحد ليس ثاني تعال كامل الوصف في كل المعاني سعود من كان قلبه سقي شربه هنيا وتهوى افخر وعربد وبالأصوات غرد ولا تصغي لعادل ولا تسمع مفند وكن يا ابن الفقيل محب الصب مسعد بنية صادقة من سوى المولى برية وحسن الظن بالمسلمين الكل فالزم ولا بالمدح تفرح ولا تعبى من الذم وصلى الله على المصطفى البدر المتمم
وسلم دائم الدوب مع ألفي تحيه.